مرحبا يا الربع، اليوم عندي سحبة جيجارة اللي هي E8 اللي سوت ضجة عندنا وحبنا نسوي عليها ريفيو. فهذه كانها علبة جيجاير، هذه سحبة جيجارة E8 طبعا بود سيستم نظام بودات. هذا المحتوى المكتوب اشياء معلومات عامه عاديه يعني اللي هي. وهذا اللون هني، فخلنا نطالع محتوى العلبه شنو داخلها. طبعا العلبة فيها هي السحبة الجيجارة هذي من داخل كذي، وياها بودين. البود الأحمر بيكون 1.5 أوم، والأسود بيكون 1.8 أوم. حجم البود يكون 2 ملي، وهاي داخل العلبة احتياط اللي حق الأحمر حق 1.5 والأسود حق 1.8. وعندكم هاليو اس بي تشارج مالها، هالكتيب اللي المانوال يوزر معلومات العامة اللي موجودة هذه. طبعا يا جماعة الخير، حجم البتري بيكون 350 ملي امبير، وفترة الشحن بيكون 40 دقيقة. وعندكم البود اللي هو 1.8 بيكون حق السولت نيكوتين، وال البود الأحمر اللي هو 1.5 أوم بيكون حق هاي نيكوتين. خلنا يا جماعة الخير خلنا نتأكد بعد من هذه. المهم أثناء بتشحن السحبة ذي هني في إضاءة تولع لك، وأثناء بتشحن بتسحب السحبة وتولع إضاءة زرقاء هني. طبعا الاير فلو مالها كو هني تحت، هني موجود الاير فلو. خلنا نشحن البود نكهة ونتأكد شلون أدواها. طبعا البود تبطل من الجهة، في فتحة صغيرة وفي فتحة كبيرة، فتعبي البود لين ما تطلع النكهة من الجهة الثانية، وتعبي شوي شوي تحط صبعك على هني الفتحة اللي هني اللي حق السحبة. طبعا بحط فيها هذه النكهة اللي هي 40 mg، ونطلع أدواء شلون. فتح العود الكبيرة هني تعبيها، فات الطريقة. سكر البود بالطريقة، الطريقة اركبني هاي جاهزة عين حق نسحب منها.
طبعا حجم السحبذ اللي هي E8 مقارنة مع المينيفيت شوي أطول من البود الفوقي، أما هاي أضعف من المينيفيت ملبكة. المهم من محتوى العلبة نسيت أخبركم إن في ويا هذه العلاقة علاقة عشان تركبها كذي، تعلقها في الرقبة. طبعا تشوف كل هذه العلاقة كاملة تبع الشركة E8. فخلنا نسحب على السحبة ونتأكد منها شلون أدوها. فأداها حد الآن وايد زين وممتاز، يعطيك النكهة، طعم النكهة 100%، وما في فرق بين البودين اللي هو اللي 1.8 اوم و 1.5 اوم، بس الاستخدام حق الهاي نوكوتين حق السولت نوكوتين استخدم 1.8 حسب ما انا استخدمته 1.8 حق السولت، وال 1.5 حق هاي نوكوتين. يعني تقدر تستخدم السحبه ذي حق الهاي نوكوتين وحق السولت نوكوتين. وعن بالنسبه للاير فلو اللي فيها ما في فرق بين البودين، وناس ما خبرتكم ان الاير فلو مال هني تحت، وحسب الشخص اللي بيستخدمها شلون بيستخدمها، كان هو كان مدخن. وطبعا اذا بالاستمرار يوم كامل الشحن تشارج مالها بيتم تقريبا 17 18 ساعة حسب الاستخدام. وبالنسبة للبود يعني حسب ما خبرونا الشباب اللي استخدموها وذي ان البود تم حدود 7 ايام واكثر. فانصح شباب المدخنين يتركون عنهم التدخين ويستخدمون هذه السحبة سيجارة، اداها وايد زين وممتاز جدا. يفضل انه يكون أحسن من الجيجار. فيعطيكم العافية شباب، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الثانية. فهذا اللي حبيت اوضح لكم في الريفيو هذه اللي هي حق سحبة سيجارة E8.